لو انت صاحب مكان او عندك منتج بتبيعه وبتعرضه وبتسوقه على السوشيال ميديا، فالاكيد ان ده من اهم الفيديوهات اللي هتقابلك على الميديا وهتساعدك كتير جدا في تسويق المنتج بتاعك. انا احمد حسن من ارت زوم ميديا ستوديو، والنهارده هنتكلم عن تسويق الفيديو. اوقات كتير جدا بيجي ناس بتقدم منتجات بجوده وكفاءه عاليه جدا، والمنافس بتاعها في السوق اللي بيقدم منتج بنفس الجوده ونفس الكفاءه او تقريبا اقل شويه بيحقق مبيعات اعلى بكتير جدا، وبيبقوا مستغربين جدا ازاي انا هو بنقدم نفس المنتج بنفس الكفاءه ونفس الجوده ونفس كل حاجه وهو مبيعاته تقريبا 4 أو 5 أضعافي. وهنا بيكون ردي بكل صراحه وكل وضوح السبب هو التسويق. ناس كتير جدا ما بتقدرش قيمه التسويق الصح، وان هو ممكن فعلا ينقل المنتج بتاعهم لحته ثانيه خالص. انا النهارده مش جاي اتكلم عن التسويق بشكل عام، لكن هتكلم عن نوع مهم جدا من التسويق بالنسبه لي هو اهم الانواع، وهو التسويق بالفيديو. قبل ما ابدا كلامي ونخش في الموضوع، لازم الاول نعرف يعني ايه تسويق بالفيديو. التسويق بالفيديو هو نوع من انواع التسويق، ليه اكتر من شكل، منهم الاعلانات بالفيديو، الانترفيو، اراء العملاء، والبث المباشر. كل نوع من دول ليه دور مهم جدا في جذب عملاء اكتر وزياده المبيعات بتاعتك. بس قبل ما نتكلم فيهم واشرحهم لك، لازم الاول تعرف اهميه التسويق بالفيديو وانت بنفسك تقرر تكمل الحلقه او لا. في احصائيه لطيفه اتعملت في اول 2020 بتقول ان 80% من اجمالي زيارات الانترنت عموما كانت ناس بتتفرج على فيديوهات. يعني 80% من اللي بيحصل على الانترنت عموما هو فرجه على فيديوهات. وكمان نسبه اهتمام الناس بمحتوى الفيديو 55% اكتر من اي محتوى تاني. في فيسبوك بس الناس كل يوم بتتفرج على 100 مليون ساعه مشاهده، وده رقم ضخم جدا. لكن بعيدا عن كل الارقام والاحصائيات دي، الحاجه اللي احنا كلنا بقى متاكدين منها ان الناس بقى بتحب تسمع وتشوف اكتر ما تقرا، وده اللي بيخلي محتوى الفيديو من اكتر المحتويات المميزه. لكن برضه سيبك من كل الكلام اللي انا بقوله ده، وتعالى نتكلم بطريقه مبسطه شويه. تسويقك لمكانك او المنتج بتاعك بالفيديو بيخلي العميل بتاعك هو قاعد في مكانه ويشوف المكان بتاعك بكل تفاصيله، ودي حاجه بتخلق حاله كبيره جدا من الثقه بينك وبين العميل بتاعك. زائد ان كمان نسبه زوار الويب سايت بتاعك او الموقع بتاعك بتزيد 53 مره اكتر من المحتوى المكتوب، ودي حاجه بتخليك تتصدر نتائج البحث في جوجل. اول نوع اتكلمنا عليه هو اعلانات الفيديو، وده باين من اسمه، عباره عن اعلان للمكان بتاعك بالفيديو بيظهر فيه كل تفاصيل المكان او كل تفاصيل المنتج اللي انت بتقدمه، وده من اكتر الانواع شيوعا ومن اكتر الحاجات اللي الناس اصحاب الاماكن واصحاب المنتجات بيعتمدوا عليها. النوع الثاني هو الانترفيو. في ناس كتير بتتلخبط ما بين الانترفيو واراء العملاء. ببساطه الانترفيو هو لقاء مع اصحاب الخبره في الشركه او الناس المؤثره في الشركه، او مثلا المسؤول عن الدعايه بيتكلم فيه من واقع خبرته في الشركه، وفي حاله المنتجات بيبقى صاحب المنتج نفسه بيقدر يشرح اكتر الحاجات المميزه في المنتج واللي الناس ممكن ما تبقاش واخده بالها منها قوي. اما النوع الثالث هو اراء العملاء، فده راي العميل نفسه في المنتج بتاعك، وده من اكتر الانواع المؤثره، لان الناس دايما لما بتشوف حد بيتكلم عن المنتج بشكل كويس او في مثلا منتج عليه ضجه كلهم بيروحوا عليه، وده اللي بيخليه من اكتر الانواع المؤثره. اما النوع الرابع هو البث المباشر، فده عباره عن بث مباشر للمكان، سواء مثلا كان في حدث معين انت عايز تظهره او عايز تظهر تفاصيل المكان، وده نوع بيدي ثقه اكبر للعميل لانه شايف المكان بعينه في بث مباشر، فاكيد مش هيبقى في حاجه مختلفه عن الواقع. بعد ما كلمتك وحاولت اشرح لك على قد ما اقدر التسويق بالفيديو، فدلوقتي الكوره بقت في ملعبك انت اللي هتختار بنفسك، سواء هتمشي في طريق التكنولوجيا وتحاول تاخد خطوه وتطور من نفسك، او هتفضل زي ما انت والمنافس بتاعك مبيعاته بتزيد يوم عن يوم. اتمنى تكون استفدت حاجه من الفيديو، وباذن الله نتقابل في فيديوهات تانيه كتير.